ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم صابرين، هقدم لكم النهاردة وصفة سهلة ولذيذة. لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. عاملة أكلة حلوة قوي هتعجبكم، عاملة سالمون ويد مشروم، وعاملة أبيتايزر الشريمب اللي بيتقدم في المطاعم الشهيرة. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة سهلة جدا. لو راجعين من الشغل وزهقانين من الأكل التقليدي ممكن نعملها أكلة سهلة وخفيفة، غير إن السلمون مفيد جدا، بيحتوي على أوميجا 3 ومفيد جدا للشعر وللبشرة. هو مش متوفر كتير في مصر، مش بنلاقيه في كل الأماكن، بس لو لقيناه في مكان مضمون وكويس نشتريه لأنه فعلا مفيد. وغير كمان ان هو بيشبع، يعني بعد ما بناكله بنحس ان احنا يعني اكلنا حاجة مشبعينا، مش زي السمك العادي. ممكن السمك العادي بعد ما بناكله بشوية نحس ان احنا لسه شوية وبنجوع، لكن السلمون لا، بيشبع وطعمه لذيذ جدا. انا معايا قطعة سلمون، معايا جمبري مقشره وعصر عليه ليمون بالشكل ده، معايا مشروم، معايا كوكين كريم، معايا ملح وفلفل اسود، كمون، بابريكا، توم باودر، ومعايا هات صوص، ومعايا كمان زبده. هوريكم يلا الطريقه مع بعض هنعمل ايه. اي اسماك او سي فود عامه بيحب الكمون جدا، فانا هحط شويه كمون، هحط توم باودر، هو وصفة الجمبري دي بتتقدم في المطاعم على انها ابيتايزر مقبلات، بس بتتعمل مقلي، يعني الجمبري بيقلوه وبعدين بيحطوه في الهات صوص، فانا مش هقلي، انا هعمله كده جريل في طاسة على النار عادي، وبعد كده هحطه في الصوص، ملح، حط برضو ملح هنا، انا حاطه ليمون، عصر ليمون على السلمون وعلى الجمبري، حط برضو بابريكا على دي، شطه، انا حط بابريكا كمان، هبتدي كده بقى ايه اخليهم يشربوا التوابل دي. ده السلمون زي ما قلت فيه ليمون، انا حطيت ملح وبابريكا وشطة خفيف بس كده. هاخد الجمبري ده هشويه كده على النار، مش هشويه يعني، هديله كده لسعة على النار بسيطة، وبعد كده هوريكم اعمل فيه ايه. في طاسة على النار حطيت معلقة زبدة صغيرة، حتة زبدة صغيرة جدا مش كتير، هحط بقى الجمبري، هي الوصفة بيتعمل جمبري مقلي، انا مش عاوزاه مقلي، انا مش عايزة اكل مقلي، فانا هعمله بالطريقة دي.
هعمل الجمبري. الجمبري ما بياخدش وقت على النار، بس مجرد ان لونه كده يكون روز خلاص استوى معايا، مش هنسيبه كتير عشان ما يجلدش. شايفين شكله حلو قوي. في طاسة على النار حطيت معلقة زبدة، بس معلقة زبدة كبيرة مش صغيرة، واحط الهات صوص بتاعي. انا غطيت، احط توم باودر، انا عشان الكمية اللي بعملها صغيرة مش عاملة كمية كبيرة، لاني انا بس اللي هاكل. لو انتوا العدد لشخصين هتزودوا العدد، لو تلاتها على حسب الاشخاص هتزودوا الكمية. انا هزود كمان شويه هوت صوص، انا مش عايزه اعمل كميه كبيره وارميها او ما تستخدمش. ده شكل الصوص معايا، انا عشان عاملة كمية صغيرة هنزل فيه الشرام. هو لما بيكون مقلي طبعا الصوص بيمسك فيه اكتر. بيبقى حلو قوي مع سمسم. عارفين طبعا ان السمسم مفيد جدا، غني بالكالسيوم، يعني السمسم فيه كالسيوم اكتر من اللبن. في كاسة فاضية هبتدي احط جارنش كده، انا بس عشان مستعجلة انتوا ممكن تعملوا بشكل احسن. ده بتاع تشيز كيك فاكتوري، المقبلات دي مشهورة جدا في المطعم ده، مقبلات الجمبري.
وده شكل الجمبري بتاعي بعد ما عملته بالصوص. شوف شكله حلو قوي، وحطيت عليه سمسم كمان، السمسم بيدي شكل حلو قوي. فابتدي احط الجمبري بالشكل ده، ينفع بقى في عزومة يتحط كمقبلات، يبقى شكله حلو جدا. ونفس أكل المطاعم، ومن غير ما نقليه. انا حطيت السلمون في نفس الطاسه، هنزل كده بزيت زيتون عليه. انا ما حطيتش زيت زيتون دايركت على النار عشان غلط، انا حطيته بحب اعمله كده بالطريقه دي. ما ينفعش نسخن زيت الزيتون. هو كده قرب يستوي، فهضيف المشروم. المشروم بقى هياخد من التوابل البهارات اللي انا حطيتها دي. هوطي عليه خالص، هحط كده رشة زعتر قبل ما انزل بالكريمة. انا عادة لما بعمل المشروم بحط له بصل في الاول، اشوح بصل بعد كده احط المشروم معي. بس الحقيقة انا النهاردة حابة اكل حاجة خفيفة، مش عايزة اعمل بصل واقطع بصل وكده، انا عايزة كده بس حاجة خفيفة سريعة. ابتدي انزل الكريمة، هزود ملح. لازم نكون حريصين جدا واحنا اللي بيحب بقى يزود شطه.
هوت هاوس كده الطبق ده،